السادة مشاهدي موقع وجريدة الوطن، نحن الآن بوسط مدينة دمنهور، بالتحديد في شارع عثمان بن عفان الكائن بحي الهداية، حيث موقع انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق. في الوقت الذي تكثف فيه الحماية المدنية والوحدة المحلية المركز مدينة دمنهور البحث عن ضحايا أو مصابين تحت الأنقاض. متابعي الوطن في جميع محافظات مصر، نحن الآن في موقع الحدث بوسط مدينة دمنهور، حيث يكثف رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن ضحايا أو مصابين في حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع عثمان بن عفان بوسط مدينة دمنهور. نشير إلى أن المكان في شارع عثمان بن عفان وسط مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث انهار عقار قديم في شارع عثمان بن عفان مكون من 5 طوابق، وبحسب سكان الحي والجيران فإن العقار مأهول بالسكان ويقطن به 6 أسر. نشير إلى أن الأحداث وأن التصريحات تباينت
فيما يتعلق بعدد السكان الموجودين الموجودين بالعقار. وكما ترون جهود مكثفة يقوم بها رجال الحماية المدنية بمدينة دمنهور للبحث عن ضحايا أو مصابين تحت أنقاض العقار القديم المنهار. على طرفي الشارع توجد سيارات إسعاف تحسبا لنقل مصابين أو ضحايا من تحت الأنقاض. وسط المتواجدين رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة دمنهور يتابع أعمال رفع أنقاض العقار المنهار بالتعاون والتنسيق مع رجال الحماية المدنية والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية. فيما فرضت قوات الشرطة كردون أمني حول العقار لتسهيل عملية البحث عن ضحايا أو مصابين. تتصاعد الأتربة بكثافة جراء عملية البحث عن ضحايا أو مصابين في حادث العقار المنهار المكون من 5 طوابق. وبحسب سكان الحي والجيران فإن المنزل يسكن به 6 أسر، ولم يصرح أي مصدر مسؤول حتى الآن عن عدد الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض أو داخل المنزل. Thank you.
عايزين ينفع الزينه ينفع مش عارف ينفع الزينه. ماشي اه بس هي دي اللي فارقه معاك يا عم. طب ينزل في الارض ينزل في الارض في حاجه غير متابعينا في كل مكان، في اخر الخدر يظهر العقار المنهار المكون من 5 طوابق الذي انهار مساء اليوم في شارع عثمان بن عفان بوسط مدينة دمنهور. لا يشيل اي حاجة في الشارع.